طبعاً بالتأكيد محكمة العدل الدولية هي الذراع القضائي للأمم المتحدة، تعمل وفق نظامها الداخلي. طبعاً محكمة العدل الدولية تنظر هذه القضية، قضية الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. المدعي في هذه القضية هي جنوب أفريقيا، وانضمت لها دول نيكاراغوا، تركيا، حتى العراق قدم طلب انضمام لهذه الدعوة. طبعا هذه الدعوة أستاذة فرح كانت أكثر من جلسة، وكانت قرارات سابقة للمحكمة قررت فيها إلزام الكيان الصهيوني بإيقاف الحرب، إيقاف الإبادة، السماح بدخول المساعدات. القرار الأخير اللي صدر يوم أمس كان إيقاف العدوان، السماح لفرق التفتيش بالتحقيق بالدخول، إلزام الكيان الصهيوني بالإجابة خلال مدة شهر. وطبعا تعرفين حضرتك أكو فرق بالقانون الدولي ما بين الإلزامية القرار وتنفيذ القرار، فهذا القرار ملزم. وضح لي اياها اذا ممكن، يعني الإلزامية تلزم الكيان الصهيوني بإيقاف الحرب ودخول المساعدات الإنسانية؟ نعم. طبعا احنا تعرفين حضرتك الاتفاقية اللي وقع عليها بالقانون الدولي الدول تكون ملزمة لها وفق المادة 102 من الميثاق، يعني اسرائيل وقع على الاتفاقية، وفلسطين كعضو مراقب لكن هي ايضا موقعة على الاتفاقية، وجنوب افريقيا ايضا موقعة على الاتفاقية. بالتالي عندما يصدر قرار من محكمة العدل الدولية، هذا القرار الزاميته تتاتى من التوقيع على الاتفاقية. نعم. هذا الالزام بموجب المادة 102 من الميثاق، لان كل اتفاقية تودع في الامم المتحدة حتى تراقب تنفيذها، وهذا مهم جدا. لكن التنفيذ كيف تنفذ؟ يحول القرار من محكمة العدل الدولية إلى الأمين العام، والأمين العام أستاذة فرح راح يحوله إلى مجلس الأمن. مجلس الأمن يتكون من 15 دولة، 10 متغيرة كل سنتين، وخمسة دائمة العضوية تعرفينهم. نعم. بريطانيا وفرنسا، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، الصين، روسيا، دولة دائمة العضوية. إذا يصوتون على القرار اللي صدر من المحكمة، إذا واحد منهم دول الخمسة استخدم فيتو ينتهي القرار.